هو المسرح في الاونه الاخيره ابتدى يتطور شويه، بس ده عن طريق المسرح الخاص. انا يمكن قلت الكلام ده قبل كده بس هقوله تاني. خاص بدايه من تياترو مصر ومسرح مصر ومسرح النهار وكل القنوات الفضائيه تقريبا، بقى كل قناه بقى ليها مسرح وليها ميعاد بتعرض فيه. انا شايف ان ده طور المسرح كتير، بعيدا عن المسرح الحكومي بقى او وزاره الثقافه وكده، ممكن يكون ما حصلش تطوير، بس المسرح الخاص رجع الجمهور تاني للمسرح، وفي ناس عرفت تستغل ده بدايه من استاذ اشرف عبد الباقي، قدر يرجع الجمهور للمسرح وخلى الناس ابتدت تشوف مسرح في التلفزيون، فتبدا تسال على مسرح تاني، تبدا تسال على حاجات تانيه. فانا شايف المسرح ابتدى يرجع عن طريق ده. ايا كان بقى الناس شايفه ان المسرح ده حلو او وحش، فهو طالما وصل للناس فهو صح. اقبال الجماهير والله في المهرجان القومي انا شايف ان الاقبال شديد جدا، بس انا خايف ان كل دول يكونوا مسرحيين بس، يعني خايف يكونوا مسرحيين واهالي الناس اللي بتعرض مثلا. المودرن طبعا هو اكيد عندهم حق، لان احنا في عصر، يعني في عصر السرعه، العروض الكلاسيكيه بتاخد وقت اطول او دراماتها بتبقى محتاجه وقت طويل، تمثيلها بيبقى ليه شكل مختلف. فانا شايف ان الشطاره مش في ان انت تعمل عرض كلاسيكي او تعمل عرض مودرن، انا شايف ان الشطاره انك تقدر توصل باي عرض ان المتفرج في 2016 يقدر يوصل له، يعني حتى لو هو بيعتمد على المعالجه والصوره. يعني في صوره قديمه، يعني ممكن اعمل المعبد الروماني فاعمله عمدان واعمل الحاجات القديمه جدا، وممكن اوصل بشكل تاني لمعبد حديث جدا او لشكل حديث جدا، ممكن يوصل للناس يحسوا ان هو 2016 عادي مش قديم ولا حاجه، مع ان النص مكتوب مثلا سنه اي، يعني سنه قديمه جدا. ده على قد ما اقدر، لان كل الغرم النصوص القديمه جدا والنصوص اللي اتعملت كتير جدا واتعملت بشكل كلاسيكي بحت، حاولت على قد ما اقدر بالديكور بالاضاءه باداء التمثيل، ان برضو التمثيل بيختلف عن زمان بيختلف دلوقتي، حاولت اوصل بان التمثيل ان هو يكون مودرن جدا، نحاول على قد ما نقدر الشخصيات ما تبقاش كلاسيكيه، لا يبقى الموضوع حديث جدا نقدر نوصل للناس.